السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، حياكم الله ومرحبا بكم. هنا أبو عكرم يحييكم من شارع العرب من برلين. نزلنا على الشارع لنشوف آراء الناس بالمباريات وبكأس العالم وبتنظيم كأس العالم. خلينا فلذلك تابعونا واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وحطوا لنا لايك، لأنه اليوم في عندنا أشياء جديدة راح نقدم لكم إياها. جاهزين؟ يلا بينا يا عبد القادر ناخذ أول اتصال. تعال يا خال، شو رأيك تنظيم كأس العالم؟ والله تنظيم حلو وشرفنا أنا كعرب، يعني هذا شرف لنا وكنا كعرب يعني جدا رائع والله. يعني أنا متابع المباراة أول بأول وشيء فخر لنا كعرب يعني. انت تتابع مباريات؟ لا خالص قليل اتابع، بس ما شفت انت تنظيم كاس العالم؟ شفت الافتتاح. شفت الافتتاح شو رايك بيه؟ والله كويس. شو استفدت منه انت او شو كانت كعربي كويس؟ شو شعورك لما شفت هذا الافتتاح؟ والله شيء يعني شيء حلو. طيب بكثير ناس تقول لك خيو لو قطر بيهم خير او كذا كان فتحوا الفيز للسوريين او للعرب بشكل عام راحوا وجموا بكيفهم. السياسات ما لها علاقه بالشوق يعني. صحيح صحيح، يعني كل واحد عنده ظروفه. طيب شفت الافتتاح؟ أيوة شو رايك فيه؟ والله روعه، كل تحياتنا لهم يعني. طيب شو رايك تفوز المانيا؟ تفوز المانيا المباراه الجايه ولا لا؟ ومين تتمنى يفوز انت بكاس العالم؟ والله شوف يعني نتمنى ان المانيا تفوز. نتمنى المانيا يفوز. شغال؟ ها طالعين واضحين. مرحبا يا خال. هلا حياك. شلونك؟ تمام. شلون صحتك؟ والله بخير. تتابع رياضه انت؟ نعم. طيب شو رايك بتنظيم كاس العالم قطر؟ والله زين الحمد لله، بس يعني على ما اتوقع انه السعوديه يعني هي هي تتوقع راح تفوز. نعم. تتوقع هي راح تاخذ كاس العالم؟ نعم. ها نعم. طيب واذا بس يقولون المنتخب الالماني راح ياخذ كاس العالم؟ لا انا اتوقع السعوديه. شو توجه كلمه من هي للسعوديه؟ اوجه سلام للسعوديه واهلا تحيه وان شاء الله النصر. شو اسمك؟ اسمي عدي. عدي حياك. نعم. الله يا عدي، اسمك جميل. عدي تتابع رياضه انت؟ والله شوي مو كثير يعني. شو رايك بتنظيم كاس العالم بقطر؟ والله كويس 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 يعني. شو استفدت منه انت كعربي؟ والله ما استفدت منه شيء. ليه؟ لانه ما يعني ما شفت الناس كلها عم تجي على اوروبا. طيب هذا راح هناك هاجر هناك واشتغل. طيب ما طيب انت كمان بسياسات يعني برايي انه بهذا الموضوع صح؟ والله في سياسات. نعم نعم. أيه. نعم. طيب شو توجه انت مين تتوقع راح يفوز بكاس العالم؟ والله بتمنى الدول العربيه تفوز، بس بتمنى. تتمنى؟ بتمنى بس ما في. مين ترشح هيك انت متوقعه مثلا؟ اسبانيا او الارجنتين. اسبانيا او الارجنتين. ايوه لك النكته. هات تعالوا على اوروبا. حياك الله. احلى تحيه من دير الزور لشحيطات للسعوديه. احلى تحيه لشحيطات زاد، تحيه من هي لشحيطات، حياكم الله. اتوقع يفوز بكاس العالم. والله ما بعرف، هي بتوقف هي على اللي بيلعب احسن يعني، والارجنتين انا يعني بتوقع الارجنتين. طيب شو رايك انت بالمنتخب الالماني؟ المنتخب الالماني والله انا شفت اللعبه تبعيتهم امبارح، والله لعبوا لعبوا لعب صح يعني، ولما اكلوا الجول من اسبانيا معلم صاروا ابدا يعني يركضوا مزبوط ويهجموا مزبوط يعني، وعندهم كان ثلاث اربع هجمات حلوين يعني. شارع العرب. طيب شارع العرب. طيب وليجي من طرفنا يعني، احنا عم نعمل لك اعلان هون يعني. تمام سهلا. فليجي من طرفنا له خصم؟ له خصم ده كان يعني. اهلا. تابع كره القدم انت؟ صحيح تابع. شو رايك تنظيم كاس العالم؟ ممتاز ما بده كلام والله. طيب يقولون نحن كعرب ما استفدنا من هذا. تعال هنا بس هنا مشان نشوفك زين. قال كأن احنا كعرب ما استفدنا من هذا الكلام. احنا كعرب ما استفدنا من هذا الكلام. ممكن انه ما نكون ما استفدنا من الكورة او ما ناخذ الكاس. ايه؟ ممكن، بس انه بينت كأس العالم انه اتحاد العرب. صحيح صح. اتحاد يعني عندك ست دول عربية طبعت مع الاحتلال، ففي الواقع الشعوب الحرة ما طبعت يعني. بينت الوحدة، بينت الترابط، بين الشعب العربي كله. صحيح صحيح. يعني هي شو اي فريق تشجع؟ السعودية. السعودية صحيح. وشو رأيك أنت السعودية رح تأخذ الكأس؟ بإذن الله. يعني أنت منين أنت؟ فلسطيني من غزة. من غزة؟ من غزة. يا مرحبا أهلا وسهلا. طلع من غزة لعزة على راسي والله. طيب شو توجه تحية من هي للسعودية؟ والله يعني شرفتونا وكلنا فخر أنه يكون كأس العالم في قطر، هي أول شيء. وللملعب السعودي والرياضي
استمروا إن شاء يعني الله. وان شاء الله الكاس حليفهم. ايش رايك بتنظيم كاس العالم يا مازن؟ والله تنظيم حلو لقطر وممكن ما يتعاود في تاريخ كاس العالم بالنسبه للتنظيم، بس قال انه مو تنظيم مو منيح وكذا الى اخره. شو مو منيح فيه؟ قال انه تنظيم فيه ظلم وفيه عمال ماتوا وما بعرف شو الى اخره. لا ما فيه ولو تنظيم حلو بصح حاجه مليحه. طيب. كلش مليح كلش طيب. مليح. طيب شو تتوقع مين راح يفوز بكاس العالم؟ تحيه تونس كاس العالم عند فرنسا. فرنسا هي تاخذ هي راح تاخذ كاس العالم. ليش فرنسا؟ انا بخير فرنسا كل واحد. انت مين اي فريق تشجع؟ اخير بشجع فرنسا. تشجع فرنسا بس تونس عم تلعب. تونس بتلعب صح. تونس عملت ماتش كويس ماتش الاخراني. مشكله كلهم المدرب. انا لو بحكي بمدرب لو بحكي رئيس جمعيه كله وسخ يعني فاهم. سامحني بالكلمه كله وسخ. الجمعيه والمدرب كله شيء فاهم. بصح المغرب يمكن تعمل شيء تاريخي في المونديال. طيب أبيكم إن مناسبة في اسم الدو I watch over around and see none against the state. Everybody run away scared of the police. Nigga we gonna love what we are. So okay. Thank you. اللي ببوز أطفال المخيمات اللي بيش. تعال هنا سولف لي. تعال سولف لي هذا الكلام. ده أريدك تسولف لي. أريدك تعال مرحبا يا خال. شلونك؟ إحنا واضحة الصورة. واضح الصورة. طيب منين انت؟ انا من سوري من درعا. حياك الله. اهلا وسهلا لاهل درعا باهل درعا كلهم. الله يبارك فيك. الله يسلمك. طيب انت تابع مباريات؟ نعم متابع. شو رايك بالتنظيم اللي حصل بكاس العالم؟ تنظيم المباريات؟ ايه تنظيم القطر يعني بشكل يعني عارف. يعني لمين الإفادة بتقول انت لكاس العالم؟ انا عم بسالك. انا ما اعرف من مين الإفادة. انا اريد منك الجواب. جواب إيه؟ كاس العالم ايه يعني هذا شيء مشرب اول شغله للعرب. ثاني شغله اللي مستفيدين الاوروبيين مش العرب. ليه؟ لانه هاي بطوله كاس العالم اسمها. ايوه العرب بكره كلهم راح يصفوا برا يطلعوا كلياتهم فريق فريق. اوكي بضل كاس العالم فريقين متنافسات اوروبيين. طيب مين برايك راح ياخذ الكاس؟ برازيل نعم قطعي البرازيل. الله الله. هلا بي. تابع مباريات؟ لا ما تابع. لا 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 ولا بحبها. لا طيب ولا اني ولا اني بس احنا بناخذ راي الناس. طيب اخي انت شو ما راي طلعوها. بدي اسالك سؤال. انت شفت التنظيم شيء كاس العالم؟ لا ما شفت. يعني شكلي شوي. هذا الشكلي. انت شو رايك بالتنظيم؟ ممتاز. اول مره بصير تنظيم هيك زين ومصاري كثير وكل شيء كثير وكل شيء من احسن وكل شيء مرتب وكل شيء نظامي. كل شيء نظامي. ليش الشغله المليحه بنقول عنها مو مليحه؟ قال السلام ورحمه الله. بمناسبه تنظيم كاس العالم لقطر وعم بيوزع لهم حلويات. السلام مرحبا. كنت انه اللي قدمته قطر شيء كويس؟ ممتاز ممتاز ممتاز. واول دوله إيه؟ بالعالم كله بتقدم اللي قدمته. اول دوله عربيه اللي قدمته قطر. الله يزيدهم من نعيمه ويقويهم وكل ويحميهم. امين يا رب. شكرا لك عمو طالب. حياك الله مرحبا. وين انت؟ جزائر. إيه؟ يا مرحبا جزائر. طيب جزائر انت تابع مباريات تبع كره القدم؟ ايه شوي تابع شوي. شو رايك بتنظيم قطر لكاس العالم؟ والله هذاك فخر لنا يا اخويا. احنا الفخر كديرت قطر نظمت هذه لاكوب دي موند فخر لنا احنا كمسلمين وعرب. بس قال انه كثير إيه؟ كثير حاطين شعارات وانتقادات وحاطين شعارات اسلاميه وكذا. بس هذا لانه بلد عربي. انا ممكن فيها من الغرب بكفام من ألمانيا من كل ألمانيا هي اللي ضد ال. طيب مين تتوقع راح يفوز بكأس العالم؟ الجزائر. وتحية الجزائر وديما الجيري واتطبيق فرنجيري. الله يحفظك. تونس أوخ فيني رأي معاهم. تونس المروك رأي فيني. شرفتنا إن شاء الله. شو توجه لهم كلمة منين؟ خويا الله يحفظكم كاع وشرف لينا لاكوب دي موند في قطر. رحنا كجزائري كتونسي كعربي أفتخر هذا. إن شاء الله.